والآن للوطن قيمة وحب في قلوبنا يقدم هذا الشعر الطفل بندر سعدي. سلمان سلمان الهدى من جدة للعيد يوم وللوطن عمر فيه تتحدث القلوب وتفيض المشاعر ويتجدد الولاء. ستظل يا وطني مرتعا للأمن وواحة للأمان ومقرا للاستقرار. على كل رمال الوطن يقف الجميع ويردد أناشيد الوطن كتبت وتغنت بكل حب. أما الآن مع الفقرة الوطنية لأولاد المستوى الثاني، إعداد المعلمات هند الدوسري ونورة القدعي. موطني الشعب سماء أبتبش أرضك تنفس هواء بك أسمو بك أعلو بك وان وطني قبل الإسلام محقق أنصار المؤمنين. وطني حب وانت انتثارة فوق فوق همس حب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى فوق فوق عالي الشهب فوق فوق همس حب وانت انتثارة فوق فوق همس حب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى مجدك لقدام وامجادك ورا وان حكى فيك حسادك ترى ما علينا بهرج حسادك ابد ابد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد من دعا لله وبشرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن أرفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونيك والقلم يستاهلك 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 من دعا لله وبشرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونك والقلم يستاهلك 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 نستاهلك يا دارنا حنا هلك انت سواد عيوننا شعب وملك فوق فوق هام السحب وان كنتي ثرى فوق فوق هام السحب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى فوق فوق عالي الشهب مجدك لقدام وامجادك ورا وان حكى فيك
حسدك ترى ما علينا بهرج حسدك أبد أبد. انتي ما مثلك انتي ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد انتي ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد انتي ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد. لنخرج أجيالا تلو أجيال وكل ذلك كان مع نتاج الجهود المكللة المستمرة من قبل مربيات الروضة وكذلك تعاونكم وتواصلكم أنتم الأمهات معنا فجزى الله الجميع خير الجزاء. أما الآن مع عرض لبعض الإنجازات خلال العام الدراسي من إعداد المعلمة أروى المدني. Thank you.
ويسعى جاهدا لتحصيلها، يكدح ويتعب أجلها، ولكن يختلف الإنجاز من شخص لآخر تبعا لاستغلال وقته. فما الوقت؟ ما هو إلا وعاء نملؤه بما نريد، وإذا أردنا شيئا أوجدنا له الوقت المناسب. نقدم لكم فتيات المستوى الثاني، فتيات المستوى الثالث، إعداد المعلمات جوهر الخالدي، جواهر المشير، وسارة العظيم. كلنا يملك إرادة واستطاعة.
جماعة بالتساوي 24 ساعة حديقة يسها وحد ما قاسها نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها الثواني والدقايق نفسها نفسها استفادة وإن مضى يوم ترى ما به إعادة تمضي الأعمار ما فيها زيادة تنتهي بلحظة جميع أنفاسها كل لحظات العمر فيها استفادة وإن مضى يوم ترى ما به إعادة تمضي الأعمار ما فيها زيادة تنتهي بلحظة هي نفسها هي نفسها هي نفسها الثواني والدقايق نفسها السلام عليك يا أبي وعليكم السلام يا فات أخبرني
كيف كان يومك الدراسي؟ كان رائعا يا أبي، فقد تعلمنا اليوم عن علماء المسلمين الذي أثروا بعلومهم ومعارفهم في تقدم البشرية. أنا ابن بطوطة، أحب السفر والرحلات. ألفت كتاب تحفة الأنظار، وصفت فيه جميع مشاهداتي عن البلدان التي زرتها. زرت 44 دولة. أول رحلة كانت لي من طنجة مسقط رأسي إلى مكة. عباس بن فناس، أول طيار في التاريخ وأول مخترع للطيران. اخترعت الساعة المائية، سميتها الميقات، كما صنعت نظارات طبية، وصنعت أول قلم حبر في التاريخ. أنا جابر بن حيان، أنا أبو الكيمياء. صنعت ورقا غير قابل للاحتراق، ونجحت في وضعي أول